نسير مع الأربعة كيلومترات، نسير مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تنطلق في بداية هذا الموسم بحثا عن الناموس مع الأخوة المضمرين الحاضرين والمستعدين. نسير مع المهجنات، شوطنا العاشر في ترتيب الشواط صباحي هذا اليوم مشاهدي الأعزاء مع الأبكار اللقاية المهجنات مع مقدمة الشوط. شوف البداية والكوكبة والتنافس من البداية، جميل للغاية على المركز الأول. هذه ملوح مشاهدي الأعزاء تسيطر ولكن ينخطف المتحدة مشاهدينا الأعزاء لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد في تضميرها، تتصدر اللقاية المهجنات بينما ملوح تاتي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها الرماسة على ثالث المراكز. الله الله يا سلام، هذه الاسماء الجميله، هذه الرماسة من هجن العاصفه، الاسماء التراثيه، الاسماء الذي قدمت في هذه الرياضه قبل فتره الكثير من الانجازات. يا سلام، من هجن العاصفه حمد بن راشد بن غديه في تضمير الرماسة نقله على المركز الرابع، الشامخة والشاهينية في المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يضمرها المركز الخامس في هذه اللحظات. وصلت أيضا هناك من هجن العاصفة مشاهدينا محذاف في هذه اللحظة، محذاف من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في تضميرها. هناك الوصول إلى المركز السادس وغزلان، غزلان مشاهدينا الأعزاء لغزلان الميدان أيضا ترقص على أرضية ميدان المرموم لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يضمرها في سابع المراكز. من الجانب الآخر هذه وصلت هملول لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد في تضميرها، وثامن المراكز هذه مشاهدينا الأعزاء انتزاع، تعود ملكيتها لاسمه الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد يضمرها. وتاسع المراكز الشاهينية محمد، هناك ايضا بنشوف هناك الدخول في هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء على التاسع المراكز، طماش لاسمه الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان احمد بن علي السوداني في تضميرها. وعاشر المراكز الدخول في هذه اللحظات من طرفاشه مشاهدي الاعزاء لاسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع في تضميرها. هذه الانطلاقه مشاهدينا الأعزاء في هذا التحدي وهذه الانطلاقات. يا سلام، هذه العشر المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه العشر المراكز ذعناها إلى حضراتكم. نعود إلى مقدمة الشوط في مسار هذا الشوط مع هذا الاندفاع ومع هذا الانطلاق الجميل، وهذه اللي تسيطر على المقدمة محذاف، محذاف غيرت إلى المقدمة لتنطلق بالمركز الأول. يا سلام يا سلام يا محذاف، محذاف وهناك بجوار محذاف اللي هي الرماسة، الرماسة ومحذاف وكذلك يا سلام من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. ولكن الدخول وهملولة من الجانب الثاني غيرت 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 إلى المقدمة إلى المقدمة إلى المقدمة إلى 1200 عنواننا الرسمي في المرموم في تحفة الميادين ال 1200. يا سلام يا سلام، هذه هملولة لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المتعب محمد بن سعيد بن مروشد في متابعة وتركيز عالي المستوى في التضمير. ومع هذا الانطلاق المركز الثاني الرماسة في ثاني المراكز من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدية مع الرماسة، والمركز الثالث هناك غزلان، غزلان انطلقت على ثالث المراكز لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في تضمير غزلان احمد بن سلطان بن رشيد الخطير. يا سلام، هذه ثلاثية المقدمة. والمركز الرابع هناك الوصول مشاهدينا الأعزاء، العمالة وصلت، العمالة من هجن العاصفة في قيادة حمد بن راشد بن غدير. هذا هو، هذه الانطلاق، هذه الانطلاق. يا سلام يا سلام، ارقصت هملولة، انطلقت هملولة
انطلقت هملول، انطلقت هملول، يا سلام يا سلام، كعوايدها دائما تفوز بالمراكز الأولية. هذه هي هملولة، هذا هو شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد للمرة الثالثة على التوالي في هذا، والمرة الثانية للمتعب للمضمر، للمضمر متعب المضمرين. يا سلام، أشكرك يا أبو سعيد، أشكرك يا سلام. محمد بن سعيد بن مروشد، صباح الخير، صباح الخير على هذا الإنجاز وعلى هذه الانطلاقات. يا سلام، هذه هملولة، هذه هملولة، التهنية هناك نزفها لسمو الشيخ، لسمو الشيخ حمدان بن راشد لأبو راشد على هذا الفوز، على هذا التألق الجميل. تهانينا محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الفوز، على هذا الإنجاز. يا سلام، لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني وصلت فيه الرماسة، والمركز الثالث العمالة، والمنهجنا العاصفة، أما المركز الرابع غزلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ المر، لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم. هكذا مسار هذا الشوط الجميل، هذه هملولة على شاشة التلفزيون مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق، 6 دقائق و10 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا محمد بن سعيد بن مروشد، بينما المركز الثاني، المركز الثاني اللي وصلت الرماسة من هجن العاصفة، 6 دقائق 14 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا حمد بن راشد بن غدير. ووصلت في المركز الثالث العمالة، قطعت المسافة في 6 دقائق 15 ثانية، 6 أجزاء من الثانية من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. هكذا كان مسار هذا الشوط الجميل.